عند زيارتنا إلى مؤتمر الأطراف كوب 28 لابد لنا من التمييز بين منطقتين قبل اختيار بوابة الدخول إلى هذا الحدث. الأولى خاضعة لإدارة الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ويطلق عليها المنطقة الزرقاء، أما الثانية فتدار من جانب رئاسة مؤتمر الأطراف كوب 28 التي تتولاها دولة الإمارات وتسمى المنطقة الخضراء. وبالعودة إلى المنطقة الزرقاء فدخولها متاح لكافة أطراف الاتفاقية والوفود التي تحمل صفة مراقب معتمد. هذه المنطقة مخصصة فقط لقادة العالم والمعتمدين من ممثلي الأطراف في الاتفاقية وعددهم 198 طرفاً، وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والإعلامية. وتستضيف المنطقة الزرقاء العديد من الفعاليات مثل المفاوضات الرسمية على مدار أسبوعي المؤتمر، بالإضافة إلى القمة العالمية للعمل المناخي ومركز العمل المناخي العالمي وأجنحة الدول والفعاليات الخاصة برئاسة المؤتمر، إضافة إلى مئات الفعاليات الجانبية. أما المنطقة الخضراء فتعد منصة مفتوحة للمشاركين غير المعتمدين بما في ذلك مجموعات الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ومجموعات الشعوب الأصلية لعرض آرائهم وتعزيز الحوار والوعي حول العمل المناخي، وتنظم برامج فنية وثقافية تسلط الضوء على تغير المناخ وحلول معالجته من خلال الوسائل الفنية المختلفة.